المشكل اللي عندنا وهو هاد الجائحة ديال الكورونا اللي جات عامة، هي اللي دارت هاد المشكل هذا. من شهر تقريبا، حنا ما كنخدموش شهر واحد وشهر جوج، من شهر واحد تقريبا وحنا باركين الى هاد الشهر هذا، عندنا الكرة، عندنا الضوء، عندنا الماء، عندنا المصاريف، داز رمضان، داز العيد الصغير، داز العيد الكبير، بركنا كلنا من الخدمة. إذا ملي بركنا من الخدمة كنتسناو الدولة دير معنا شي حاجة، الدولة ما دارت معنا حتى شي حاجة. كنتسناو عادي. أنا عمرني طلبت شي واحد وعمرني غنطلب شي واحد، لأن راه عارفين الدراري الحمد لله كبرنا ولادنا، راه هما اللي هازيننا دابا. المشكل اللي كاين وهو خرج الدعم، هاد الدعم اللي خرج دعم استثنائي، وكنركز على كلمة استثنائي. هاد استثنائي بينا معروفة هاد كلمة استثنائي، إذن راه خرج للضرورة، خرج لشي حاجة شي حاجة غنحلوا بها واحد المشكل. هاد المشكل قلنا مزيان، ملي خرج الدعم ما قدرتش تنخرج العدد مليار و400 مليون باش مشكل خرجت. ملي خرج الدعم وطلعوا اللوائح وطلعوا الاسماء في اللوائح، الناس اللي استافدوا فاستافدوا، عطاو كاين اللي عطاو 18 مليون، كاين اللي عطاو 11 مليون، كاين اللي عطاو 16 مليون، كل واحد وشنو عطاو. حنا ماشي في الدعم دابا، حنا ماشي في الابداع دابا ولا في الانتاج، حنا دابا في هذه الجائحه اللي فيها خصهم يشوفوا الناس اللي ما عندهمش هما اللي يعطيوهم. الناس عندها الكره كتسالى 5 شهور 4 شهور، باقي الان عندها الضو، عندها الكريديات، عندها مشاكل في المحاكم مع عيالاتهم، باعوا الطوموبيلات، كاين الدراري اللي طلقوا، الدراري داروا كرارس ديال الخضره، كاين الدراري اللي باعوا حوايجهم، الدراري باعوا الماتيريال ديالهم بابخس ثمن، الدراري تشردوا، الدراري ما عندهم باش يشربوا حتى قهوه في القهوه. راه والله من هذا منكر. حنا عندنا لي كارت ديالنا بطاقه تعريف فيها الجنسيه المغربيه، حتى حنا راه مشاركين، حتى حنا راه واحد المنظومه في المغرب. حنا اولا بعدا مهنين الدوله المغربيه، مناش مهنينها، عمرنا قلنا لا عطينا، عمرنا خدينا شي حاجه لا في لاميتيال، ما كيعطونا حتى حاجه. حنا خدامين راسنا، كنجيبوا داك الشيء بعرقنا، يخليونا نخدموا كما حلوا بزاف الميادين طلقوهم باش تخدم، الا الميدان الموسيقي سدوا عليه. راه هذا هو المشكل، الناس راه ضرات، الناس راه ضرات الى اقصى درجه. هاد الدعم اللي عطيته للناس، الناس راه عندها، داك عطيته 16 مليون ولا ما عرفت 18 مليون، راه عنده طوموبيله ب 120 مليون، الاخر عنده طوموبيله ب 80 مليون، عنده الله يزيدو، عنده فيلا في هنايا، ما محتاج هو لديك 16 مليون. 16 مليون عطيها لواحد كتسالو الكريدي، كتسالو 5 شهور ديال الكرا، كتسالو 4 شهور ديال الضو، كتسالو مول الحانوت مخاصم مع المراه خصو بالفلوس. عطيو الناس هذوك دوك 18 مليون اللي عطيتو لهذاك، فرقوا على، عيطوا كاين حل، عيطوا سيروا على الجماعات ولا سيروا المقاطعات، يعيطوا على رؤساء الاجواق، كل واحد عنده 12 فرد 11 فرد 16 فرد، وعطيه واحد البركه هو يفرق على ذاك الافراد. واخا تجي خلاتها الشريفه اللطيفه رأفت خلاتها، قالت لك واخا تجي 10000 ريال لواحد، وحشومه دنا. وعلاش واحد تعطيه 16 مليون لواحد 8 شهور ما خدمش، 9 شهور ما خدمش، واش يخرج يطلب؟ والمشكل الموسيقيين ما عندهم في عقلهم فنانه، ما يقدروش يطلبوا، ما يقدروش يخونوا، ما يقدروش بساكن يمشيو يبيعوا في الارض الفراشه، ما يقدروش يديروا بزاف د الحوايج. راه هذا هو المشكل اللي كاين. وهو كنطلب من راه سميتو الوزير الثقافه يعاود النظر في هذا الشيء. راه هذا الشيء الناس اللي عطيتيهم راه ما محتاجينش لك. حنا باش دابا في الانتاج نعطيك باش تنتج ليا، حنا راه في كورونا، حنا راه في الناس كتموت بالجوع، 18 مليون نعطيوها للناس اللي ما عندها ما تاكل. اما داك راه عنده خليتها تفوت كورونا ويجي البحر والشمس وطيح الشتاء والمغربي زيان وداك الشيء، نعيط ليه نعطيها هكا خويا باش تنتج ليا فيلم ولا تنتج ليا مسرحيه ولا تنتج ليا شي، ابدع ليا شي حاجه ولا رسم ليا شي طابلو. واش واحد رسم طابلو عطينو 16 مليون؟ راه هذا. وكاينين الناس ما كنعرفوهمش خداو، راه حشومه. وكاينين الناس اللي خصهم ياخذوا ما خداوش. والدعم راه كيتعطى جوج مرات في العام وديما كيتعطى، ولكن هذا العام علاش وقع عليه هذا الشيء؟ لان الناس اللي محتاجه، راه مليار و400 مليون نعطيو حنايا 1000 درهم للواحد، نعطيهم حنا 10000 ريال للواحد، نشوفوا نضربوها حنا في ذوك الموسيقيين، وغيقولوا لكم الله يخلف وغنبقاو ديما مزيانين. راه حشومه،
حشومه راه مليار و400 مليون راه كاينين راه كاين الغياطه راه كاين راه كاين العساوه كاين الدقه المراكشيه كاين الاجواق كاين النقافات كاينين اللي كيهزوا الطيافر كاينين اللي كيديروا ترونسبور كاين المول ماتيريال كاين اللي كيهز الماتيريال كاينين اللي كيسرحوا الزرابي كاينين اللي كيغسلوا الماعن كاينين الطيابات كاينين عرفتي العرس شحال فين واحد وعاد ما وراء هذا العرس كاين العطاره اللي كيبيعوا الاقامه كاين مول الدجاج كاين مول الحواله كاين مول الشوا كاين كلشي كيخدم كيخدموا الصناعه التقليديه كتخدم كاين الخياط كاشط كاين راه العرس راه هز المهنه عرفتي شحال هز على المغرب الميساج ديالي للوزير الثقافه هو يعيد النظر في هذا الشيء يشوف الناس اللي ما عندهمش يشوف اول حاجه يشوف الناس اللي ما عندهمش كانسان هو كانسان مع راسو يريح من يبغي يشرب قهوه ديالو ولا ينعس يريح ويفكر يقول كاينه واحد الفئه تقريبا راه شحال من مليون فيها هاد الناس راه ما كيخلصوا راه ما عندهمش باش يخلصوا الكرو ما عندهمش يخلصوا الضو ما عندهمش باش يخلصوا المدارس ديال ولادهم ما كياكلوش ما كيعطيهم حتى واحد حابسينهم من الخدمه اش غيديروا هاد الناس اذا راه هما اللي خصنا نعطيهم حيت دوك الناس اللي غتعطيهم الدعم الا كانت فيهم هما الانسانيه وشافوا عارفين الموسيقيين اش واقع لهم ما ياخذوش يقول لك هذوك اولا دوك الناس علاش لان راه كارين راه كارين كيتسالم الماء كيتسالم الضو كيتسالم بزاف عندهم الاولاد عندهم مشاكل مع عيالاتهم واش واحد مريح وتعطيه 18 مليون ما عنده حتى مشكل راه هذا هو المشكل مول 16 مول 17 الله يسهل هذوك اعطيوهم ولكن ماشي دابا اعطيهم من يكون المغرب بخير ما كاين لا مرض لا والو اعطيه وقف عليه قول لي انتج ليا اعطيتك اجي نحاسبك ولكن الناس راه كيخضروا ما شنا والو راه ما شنا لا انتاج لا شنا شي مسرحيات عرفتي شحال الفرقه ديال المسرح كاينه كياخذوا الدعم ما شتا انا والو شتا شي مسرحيات في الاذاعه في كاين شي ابداع كاين شي اغاني مغربيه جديده ما كاين حتى شي حاجه كاين اللي خدا اللي خدا شي 18 مليون كيشد شي ديسك عنده 20 عام كيعاود ليه الموسيقى راه الابداع اللي كنشوف انا تقريبا دابا هادي من نهار بديت انا الموسيقى الابداع اللي كنشوف حاليا وهو ديسك عنده 30 عام 40 عام كيشدوه كيدخلوه للاستوديو كيبدلوا ليه على الموسيقى كياخذ عليه 16 مليون ابداع قليل الا من رحم ربك واحد قليل شي ناس اللي كيخرجوا شي حاجه جديده ديالتهم بمجهودهم هما الخاص اما الشيء الاخر راه كلشي كيعاود وما معروفينش كاع نهائيا وما وسمحوا لي على الكلمه ما مقبولينش الناس ما كيشوفوهمش عطيتي شي حاجه تبع عطيتيه غتبدع عليا اه ونشوف داك الابداع اللي غادي دير باش نعطيك وتمشي والعام الجاي تاخذ عاوتاني الدعم وتمشي عاوت العام الجاي تاخذ الدعم منين نقول لك تخرج ليا ديسك عنده 30 عام ديال واحد ساله وتجي تجدد ليه الموسيقى ديالو هادشي اللي كاين كنطلب من رئيس سميتو من الوزير يعاود النظر في هادشي هادشي راه ماشي معقول يشوف انا بعد الحمد لله راه كبرت ولادي راه عندي ولادي هما اللي خدامين عليا